وهذه الأجواء الحلوة خاصة في فصل الشتاء، يعني الواحد في الأوتدور أكيد يكون مبسوط، ومع استمرار يمكن فعاليات الشتاء حولك في هذا الجو الشتوي الجميل ما لازم الواحد يتردد في تجربة أي نشاط جديد، خاصة أن مناطق السعودية غنية بتنوع تضاريسها، والهايكينج من النشاطات الشتوية الممتعة اللي ممكن تمارسونها في الدرعية. خلونا نشوف حافة العالم وجمالها مع فهد بن جليد. صباح الخير مشاهدي الكرام، اليوم مع هالأجواء الشتوية الرائعة والجميلة قررنا أن حنا نطلع في كشتة خارج الرياض نمارس فيها رياضة الهايكينج. الأمور أصبحت سهلة جدا بفضل تطبيق روح السعودية اللي يقدم لك حزمة من مقدم الخدمات من الشباب والشابات السعوديين ينظمون الرحلة بكل ما تعنيه. واليوم اخترت رياض هايكينج واحدة من الشركات اللي ممكن تنظم لي الرحلة عن طريق شباب سعوديين، هم يقدمون كل التسهيلات والدعم من أجل الاستمتاع بوقت رائع. هنتابع التفاصيل ونشوفها مع بعض. اليوم اخترنا حافة نهاية العالم عشان نمارس رياضة الهايكينج ونستمتع بأجواءنا الشتوية المميزة مع مجموعة متعددة من الجنسيات. الطريق للموقع بحد ذاته متعة أخرى، وهذا يكشف لك قديش فيه أماكن حلوة، عشان كذا لا تفوت فرصة الاستمتاع برحلة برية ممتعة مع قافلة من الأصدقاء المهتمين مثلك بهواية الخروج للبر. وصلنا لنقطة الالتقاء، رحلتنا هذه واحدة من بين أكثر من 300 تجربة وباقة سياحية يمكن الاختيار بينها. هنا شفنا ناس كثير كبار وصغار وحتى عائلات جمع منظمي رحلات آخرين لكنهم متخصصين أيضا في ممارسة الهايكينج. طبعا احنا نعلن عنها في السوشيال ميديا في الانستغرام أو الموقع الإلكتروني رياض هايكينج.com. كثير من هواة الهايكينج أو المشي يحبون ينضمون في رحلاتنا عشان يستمتعون يمارسون هوايتهم المفضلة، وغير كذا يبون يبتعدون عن المدينة ويستمتعون بالأجواء الجميلة. حافة العالم واحدة من العجائب السياحية والطبيعية الخلابة اللي تستقطب السياح من كل مكان لتسجيل الذكريات وممارسة هواية المشي الجميلة. الصراحة أول تجربة والمكان يعني غير اللي توقعتها، طلع أحسن والأجواء هنا مرة حلوة ويعني تريح البال، ويعني شيء مرة يعني إكسبيرينس جديد وحلو يجربون الناس يعني من رأيي. تجربة جميلة جدا وثرية، فيها معلومات كثيرة، فيها تتعرف على المنطقة، تتعرف على تضاريس الرياض والاسم القديم لهذا الجبل اللي هو قال له جبل فهرين أو خشم فهرين، وتتعرف على طويق عامة، سلسلة طويق. كانت التجربة جميلة جدا. لحظة الغروب ما يمكن تنسى في هالمكان التاريخي، وأن تطل على قاع بحر كان مغمور بالمياه قبل 50 مليون سنة. الآن ننتقل إلى موقع المخيم عشان نقضي أوقات شتوية مسائية مدهشة وسعيدة. مئتين شركة سعودية متخصصة تقدم باقات برامج سياحية متنوعة للعوائل والأفراد المواطنين والمقيمين مثل هالرحلة والأجواء اللي نعيشها. يعطيك العافية فهد، ورحلة سعيدة ودائما تعود، وانتو يعني انتو مشاهدين دائما حمل روح السعودية وروح للمكان اللي انت تبغاه.